هننزل للناس ازاي؟ بنتكلم على مشروع لوجود أسرة في الجامعات المصرية، في كل كلية من كليات الجامعات المصرية ايوه اسمها أسرة اسمعوني. ايوه ثم هنخبط على باب السيد وزير التربية والتعليم مظبوط الجديد الأستاذ الدكتور محب الرافعي، مظبوط ونقول له والله احنا عايزين اسمعونا دي تبقى نشاط في المدارس المصرية اللي موجودة في المدارس. ثم هنخبط تاني على باب المهندس خالد عبد العزيز وزير مدارك الشباب الشباب، ونقول له احنا محتاجين ننزل نتواصل مع مراكز الشباب عشان اسمعونا تبقى اتجاه، اسمعونا عارف حضرتك كده لما اقول لك على حاجه احنا هنعملها لايف ستايل، احنا عايزين اسمعونا دي تبقى لايف ستايل، اسمعونا في امل، فكره نشر الامل، نحن لا نريد ان ننشر املا كاذبا، احنا بننشر امل حقيقي شفناه بعينينا، ولولا ان احنا شفناه بعينينا يا استاذ ابراهيم، ولولا ان احنا ان المستحيل صار ممكنا، لولا احنا بنعمل ده ومتفائلين بيه، احنا اسمعونا دي بدات بايه؟ بدات بواحد زميلنا في الرياضه الاستاذ هيثم نبيل في موقع يلا كوره، بيقول انا زهقت من البلد دي وعايز اسافر. فكلنا ردنا عليه رد واحد بدون اتفاق، طب وهنسيبها لمين؟ يعني لما كل الناس عايزه تمشي عايزه تسافر عايزه وتهاجر تخلع وتسافر هنسيبها لمين؟ واذا بالبدايه ان الكل لا قال في حاجات كويسه ممكن نركز عليها. احنا خالعين كل رداء، يعني اي رداء سياسي خالعينه، اي اتجاه سياسي من اليوم الاول في قاعده كده، احنا ما بنتكلمش في السياسه، احنا بنتكلم في البني ادم. احنا الاربع سنين اللي فاتت من 25 يناير الى الان كان التركيز على السياسه والصراعات السياسيه وخناقات السياسه والسوشيال ميديا والاحزاب والمجتمعات والنشطاء والميادين وتجمعات يوم الجمعه، وكان كلها عباره عن يسقط يسقط. طب ما تيجي يعني نبني خليك واحنا يلا احنا نبني، يعني خليك واحنا لا نخون في الاخرين ولا نخون في كل من يعمل في السياسه، احنا ما بنخونش في حد، بس احنا عايزين نبحث عن مساحه مشتركه اسمها نبني او اسمها يصعد يصعد بدل يسقط يسقط، ونشوف هيصعد يصعد ازاي الكلام دوت.